والله لو تجهز هذه الوحدة الصحية والله بيكون يعني قطعنا شوط كبير. يعني أولا إنه إحنا مستفيدين القرية هذه والقرى اللي حولنا. مريضك معاه بتوديه إلى منطقة بعيدة، بتكون خدمة أولية للناس كلهم هنا في المنطقة هذه، إسعافات أولية، يعني كل شيء بيكون يعالج هنا إلا الحالات المستعصية، يعني بتسعفها إلى خارج المنطقة. يعني بيكون لنا يعني حلم كبير قطعنا وشوط كبير فيها إذا جهزها، يعني شيء طيب يعني، ونحن نحلم به من زمان مش من اليوم، يعني كأنه حاجة جاءتنا يعني مفاجأة. ليس هذا سوى جزء بسيط من أحلام هؤلاء وحاجتهم الأساسية للبقاء في هذه المنطقة. هكذا كانت وهكذا أصبحت. لن يضطر معظم أهالي عباب والقرى المحيطة للسفر إلى مشافي الضالع بعد اليوم، فقد صار لديهم مركز صحي لأول مرة منذ عقود. ثمة فرصة أيضاً ليساعد أبناء القرية من الكادر الطبي أهلهم في تشغيل المركز وتقديم الخدمات للمرضى.